السلام عليكم، انا جاي اكلمكم على مسلسل الحبار الكوري اللي قدر في اسبوعين اتنين بس ياخد اكتر من 100 مليون مشاهد. المسلسل مكون من 9 حلقات واحنا هنقسمه على جزئين. الراجل ده اسمه سيونج ده كان تقريبا مديون يوتيوب الارض، وما كانش بيعرف يعمل اي حاجه في حياته غير انه يدخل مسابقه ويراهن على فلوس، وكان كل مره بيدخل فيها اي مسابقه يراهن فيها على فلوس كان بيخسر، لكن المره دي الحظ هيلعب مع سيونج وهيكسب الرهان. ولما خد الفلوس ربنا كرمه ببنت عشان تخبط فيه بالصدفه وتقلبه، وبعدها تيجي الناس اللي ليها فلوس عند سيونج عشان تديله العلقه التمام. سيونج وهو بيتضرب قال لهم خلاص انا هدفع الفلوس، انا لسه كسبان فلوس دلوقتي من الرهان، وبيحط ايده في جيبه ما لقاش الفلوس. افتكر البنت اللي خبطت فيه بالصدفه انها قلبته. افراد العصابه ادوا له ورقه يمضي عليها ان خلال شهر لو ما سددش الفلوس هو كده متنازل عن اعضائه. سيونج مضى على الورقه وخرج وهو متضايق جدا، وراح عند محطه المترو وهو قاعد مستني المترو لقى واحد ببدله شكله محترم كده جه وقعد جنبه. الراجل اللي قاعد جنب سيونج طلع ظرف من جيبه وقال له تعالى نلعب لعبه، لو انت كسبت في كل مره تكسب فيها هديك 10000 وان، ولو انا كسبت في كل مره هكسب فيها هديك بالقلم على وشك. سيونج عشان كان محتاج فلوس فاضطر يوافق. قواعد اللعبه ان يمسك ظرف في ايده ويحط الظرف على الارض ويضرب الظرف اللي على الارض بالظرف اللي في ايده، واللي هيقلب الظرف اللي على الارض هو اللي بيكون كسبان. وبدات اللعبه والراجل ابو بدله هو اللي كان بيكسب طول الوقت وسيونج بيتضرب على وشه، لحد ما في مره الحظ لعب مع سيونج وكسب والراجل اداله 10000 وان، ولعبه تاني وسيونج كسب والراجل اداله 10000 وان تاني، وكده يبقى خلاص الراجل ده خلص مهمته انه يطمع سيونج. الراجل وهو ماشي قال لسيونج في لعبه تانيه ممكن تكسب منها فلوس اكتر بكتير، لو عايز تشارك في اللعبه دي ده الكارت بتاعي ابقى كلمني. وفي اليوم ده سيونج قرر انه يتعشى سمك، وخد السمك وراح يتعشى مع مامته، وهم قاعدين بيتعشوا طلع الفلوس وقال لها خد يا ست الكل ابقى روق علينا بكره في غدوه كويسه. أم بصيت له وسألته أنت سارق الفلوس دي؟ قال لها لأ، وحكى لها على اللي حصل مع الراجل أبو بدلة. وهم قاعدين بيتعشوا أم قالت له إن بنتك جزء أمها هياخدها ويسافر أمريكا، وأنت محتاج فلوس كتير جدا عشان تقدر تاخد البنت من أمها وتمنعها من السفر لأمريكا. بعدها سيونج دخل أوضته وبيقلب في الموبايل بيتفرج على صور بنته وجاب الكارت بتاع الراجل أبو بدلة، واتصل بيه عشان يشارك في اللعبة واتفقوا على الميعاد اللي هيتقابلوا فيه. وراح سيونج وتيجي عربية شكلها غريب وركب سيونج، وأول ما ركب لقى كل اللي موجودين في العربية نايمين، وبعد كده السواق داس على زرار عشان يطلع غاز وينيم سيونج، وبعد كده سيونج يقوم من النوم عشان يلاقي نفسه في مكان شبه العنبر، ويلاقي لبسه كمان اتغير وكل واحد مكتوب على الترنج اللي لابسه رقم، وكان رقم سيونج 456 وده كان اخر رقم في الموجودين، وبعد كده بيلاقي خناقه شغاله وبيبص بيلاقي واحد بلطجي بيتخانق مع بنت، البنت اللي كانت بتتخانق هي البنت اللي قلبت سيونج. سيونج راح زق البلطجي ومسك البنت وقال لها فين فلوسي، وقبل ما يكمل الباب اتفتح ودخل الحراس. الحراس دول مرسوم على القناع اللي لابسينه دايره ومربع، والحارس اللي مرسوم على القناع بتاعه مربع بيكون هو الرتبه الكبيره، وكمان الحارس اللي كانت بتكشف هويته كان بيموت. الحارس بيدخل وبيرحب بالناس وبيقول لهم حمد لله على السلامه، وبعد كده الناس بتقوم وبتعترض وبتقول اللي انت بتعمله ده مش قانوني، انت كده يعتبر خاطفنا. الحارس بيبدا يتكلم مع الناس وبيقول لهم كل واحد موجود هنا ليه، كل واحد موجود هنا وشارك في اللعبه كان بمزاجه، وبيبدا يقول لهم على الديون اللي على كل واحد مشترك في المسابقه، يعني من الاخر كل واحد موجود هنا عليه ديون بره. سيونج سال طب هي الجائزه كام؟ الحارس رد عليه وقال له الجائزه بتنزل في البالونه دي وبتتحدد بعد كل لعبه، وبعد كده بيروح كل الموجودين عشان يمضوا على بنود اللعبه وهما 3 بنود. البند الاول ان مفيش اي لاعب من حقه ان يوقف اللعبه، والبند الثاني اللي بيرفض يكمل اللعبه بيتم اقصائه، البند الثالث بيتم الغاء اللعبه لو الاغلبيه صوتوا بالالغاء، وبعد كده بتروح كل اللعيبه عشان تتصور ويتعمل لكل لاعب ملف. وبدات اول لعبه وبيدخل كل اللعيبه في الملعب الكبير ده. سيونج هنا بيشوف سيناك صاحبه ومستغرب انه بيشوف هنا ازاي، ده انت راجل متعلم وشغال ازاي تكون مديون؟ سيناك ما بيردش على سيونج، وهنا بيدخل البوست الكبير عشان يتفرج على اللعبه من مكتبه، والتليفون بيرن وبيرد وبيقول لهم اللعبه هتبدا، وبعد كده اللعيبه بيشوفوا قدامهم عروسها كبيره والعروسه بتقول لهم اللعبه دي اسمها اشاره خضراء واشاره حمراء، اشاره حمراء تقف مكانك اشاره خضراء تجري، وتبدا اللعبه وقدامهم 5 دقائق بالظبط عشان يعدوا اليمه الثانيه عند العروسه. العروسه قالت اشاره خضراء فبتجري كل اللعيبه، وبعد كده قالت اشاره حمراء فبتثبت كل اللعيبه في مكانها، لكن صاحبنا ده كان لسه بيتحرك فاتضرب بالنار. طبعا كل اللعيبه اتثبتت في مكانها، ده طلع اللي بيتحرك بيتضرب بالنار بس ما كانوش متاكدين ضرب النار ده حقيقي ولا لا. والعروسه بتقول اشاره خضراء وتبدا كل اللعيبه تتحرك، ويجي صاحبه جنب الواد اللي اتضرب بالنار بيقول له قوم، وكان فاكر ان ضرب النار ده ما كانش حقيقي، وبيعرفوا ان ضرب النار ده كان حقيقي، وتبدا الناس تجري من الخوف ما عدا سيونج وكم واحد كانوا معاه، وبيبدا ضرب النار في اي هدف متحرك لان العروسه في الاصل مستشعر حركه،
واي هدف كان بيتحرك لما العروسه تقول اشاره حمراء كان بيتضرب بالنار. ومات بتاع حوالي 200 لاعب ولسه باقي اللعيبه واقفين مكانهم زي ما هم. والعروسه قالت اشاره خضراء وباقي اللعيبه كلها جريت قبل ما الوقت يخلص، عشان اللي ما كانش بيعدي الخط ويوصل للعروسه اليمه الثانيه قبل ما الوقت يخلص كان بيتضرب بالنار. وفعلا الوقت بيخلص وباقي اللعيبه اللي لسه ما كانوش وصلوا للعروسه بيتضربوا بالنار، وباقي اللعيبه بترجع تاني للعنبر. وبيجوا الحراس عشان يهنوهم على الفوز في اللعبه الاولى، وبيقولوا لهم مات 255 لاعب وفاضل 201 لاعب. وفي وسط الكلام بتطلع واحده اسمها هانيمي وبتقول للحراس انا ام وعندي اطفال ومش عايزه اموت. وباقي الستات تبدا تركع على الارض وتبدا تترجى الحراس انهم مش عايزين يكملوا اللعبه وعايزين يرجعوا تاني لبيوتهم. وبيطلع سناغ وبيقول الحارس احنا مش عايزين نكمل زي البند الثالث ما بيقول. الحارس بيقول لهم مفيش اي مشكله، بس الاول تعرفوا جايزه اللعبه الاولى كام وبعد كده هنعمل تصويت. البالونه بتنزل وبينزل فيها فلوس كتير جدا، الجايزه بتاعت اللعبه الاولى 25 مليار ون، لان كل لاعب كان بيموت بيكون محطوط عليه 100 مليون ون. الاخت هانيمي اول ما شافت الفلوس رفعت ايديها للحارس وقالت له لو سمحت انا ما عنديش عيال وعايزه اكمل باقي اللعب. واتعمل تصويت على ان هيكملوا لعب ولا هيتم الغاء اللعبه، والنتيجه بتكون 100 صوت ل 100 صوت لحد اخر واحد وهو الراجل العجوز. وكده الراجل العجوز هو اللي هيحدد مصير اللعبه، وفضل الراجل العجوز يفكر لحد في الاخر ما اختار لا، وكده خلاص تم الغاء اللعبه عشان الاغلبيه صوتوا بلا. وفعلا الحراس رجعوهم تاني للمدينه وادوهم هدومهم وفلوسهم وتليفوناتهم. واول ما سيونج رجع المدينه راح مركز الشرطه عشان يبلغ عن اللعبه وعن ال 255 لاعب اللي ماتوا، لكن محدش صدقه. فسيونج ادى الظابط الكارت بتاع اللعبه اللي كان مكتوب فيه رقم التليفون، والظابط اتصل بالرقم وبترد عليه واحده وبتهزقه، وبعد كده بيرمي سيونج بره القسم. وبالصدفه بيكون في ظابط تاني واقف وبيشوف الكارت بتاع اللعبه اللي سيونج ادى للظابط، وبعدها بيجي تليفون للظابط ان اخوه بقاله اسبوع غايب عن البيت. وبيروح الظابط البيت اللي كان عايش فيه اخوه بيدور على اي حاجه ممكن تدله على مكان اخوه، وهو بيفتش في الاوضه لقى نفس الكارت اللي كان مع سيونج. وبيرجع تاني الظابط القسم عشان يسال على سيونج، وسيونج في التوقيت ده بعد ما طلع من القسم راح يدور على امه، لا امه موجوده في المستشفى ومحتاجه فلوس كتير جدا عشان تقدر تكمل علاجها. وسناك كان قاعد هنا بيفكر في الديون اللي عليه، الحل الوحيد ان كل اللي سايب اللعبه هيرجع تاني يشارك عشان كلهم محتاجين فلوس. وبيرجع سيونج البيت بيلاقي الظابط واقف مستني، بيقول له انا ظابط وعايز اعرف ايه موضوع اللعبه اللي انت كنت بتبلغ عنها في القسم. سيونج بيقول له مفيش موضوع ولا حاجه، ده انا كنت سكران. وبيرجع سيونج البيت وبيفتح الباب بيلاقي الكارت اللي هيشارك بيه في اللعبه للمره الثانيه، وبيروح سيونج بيشارك في اللعبه للمره الثانيه. وفي نفس الوقت بيكون الظابط اللي بيدور على اخوه ماشي وراهم بعربيته، وبيفضل ماشي وراهم لحد ما يلاقي كل العربيات بتتجمع في سفينه، والظابط بيدخل تحت عربيه منهم وبيدخل معاهم السفينه. وبعد كده بيجي الظابط يمسك واحد من الحراس ويفضل يخنق فيه لحد ما يموته، وبعد كده الظابط بياخد لبس الحارس وبيرمي الجثه في الميه، وكده الظابط هيدخل عادي زي اي واحد حارس. وبتمشي السفينه لحد ما بتقف في جزيره كبيره في وسط الميه، الجزيره دي هي اللي عليها المكان اللي هيلعبوا فيه. وبيرجعوا اللعيبه تاني، لكن مش 201 لاعب اللي رجع، اللي رجع 187 لاعب. وبيبدا يحصل تحالف ما بين اللعيبه، يعني فريق سيونج كان فيه الراجل العجوز وسناغ وواحد اسمه علي، وبيبدا كل لاعب موجود يعمل تيم لنفسه. وفي نفس الوقت بيكون الظابط دخل ما بين الحراس وبيبدا يتعامل طبيعي وكانه واحد منهم. واللي ساعد الظابط هنا ان محدش يكشفه ان الحراس واخدين تعليمات ان محدش يقلع القناع ولا حد يتكلم مع التاني، عشان كده محدش يعرف التاني فيهم. تاني يوم الحراس بتوزع عليهم الفطار، وفي نفس الوقت بيكون في دكتور في وسط اللعيبه بياخد معلومات عن اللعبه اللي جايه، واللي بيساعد الدكتور وبيديله معلومات عن اللعبه اللي جايه مجموعه من الحراس. وبدات اللعبه التانيه، واللعيبه بتدخل مكان واسع، والحراس بتطلب منهم انهم يختاروا شكل من الاشكال اللي مرسومه قدامهم على الحيطه. وهنا سناك بيقدر يتوقع اللعبه عشان كان بيلعبها وهو صغير، لكن ما كانش بيقول لحد من فريقه على اي حاجه، وكان بيسيب كل واحد يختار اللي هو عايزه. وبعد اللعيبه ما تختار بيطلع توقع سناغ صح. اللعبه دي عباره عن اربع رسومات، مثلث ونجمه ودايره وشمسيه. سناغ عشان كان متوقع اللعبه فاختار المثلث، الدكتور عشان كان بياخد معلومات عن اللعبه اختار المثلث، وفي نفس الوقت سيونج كان اختار الشمسيه، ودي كانت اصعب حاجه في اللعبه. وكل لاعب من اللعيبه موجود معاه قرص من السكر وموجود معاه دبوس، وانت المفروض تطلع الرسمه اللي جوه القرص ده من غير ما تكسرها، وانت ورزقك بقى على حسب اللي اخترته. اخترت دايرة، مثلث، شمسية، نجمة، المهم انك تطلع الرسمة اللي جوه القرص من غير ما تتكسر. والشكل وانت بتطلعه لو اتكسر منك بتاخد طلقة في دماغك، وطبعا اللعبة زي باقي الالعاب بوقت، وكان وقت اللعبة دي 10 دقايق بس. معظم اللعيبه اللي اختارت شكل سهل زي الدايره او المثلث خلصوا، ولسه فاضل كام لعيب، وسيونج كان من ضمن الكام لعيب دول عشان سيونج اختار رسمه صعبه وهي كانت الشمسيه. الوقت بدا يعدي اسرع والوقت قرب ينتهي، وسيونج بدا يعرق وهو مميل العرق نزل على قرص السكر، المكان اللي نزل عليه العرق داب. وعرف سيونج ان لا مؤاخذه لو فضل يلحس في القرص بلسانه كده القرص ممكن يدوب والرسمه تطلع من غير ما تتكسر. وفضل سيونج يلحس في قرص السكر بلسانه، وباقي اللعيبه خدت بالها وبدات تقلده،
وفعلا الفكره نجحت وبيرجعوا تاني للعنبر. ومات 79 لاعب وفضل 108 لاعب، وبكده قيمه الجائزه وصلت ل 34 مليار ون. وبعد كده بتروح اللعيبه عشان تتعشى، وكانوا متعمدين في اليوم ده يديهم كميه اكل قليله، كانت بيضه وازازه مياه غازيه. هنا البلطجي بعد ما بيخلص الاكل بتاعه الوجبه ما بتكفهوش، فبيروح يقف في الطابور تاني هو والتيم بتاعه عشان ياخدوا وجبات تاني، وفعلا خدوا وجبات تيم تاني. وبعد كده التيم اللي ما خدش اكل بيروح للحراس وبيقول لهم احنا ما خدناش اكل، الحراس بيقولوا لهم الاكل على قد اللعيبه. وبعد كده واحد من التيم اللي ما خدش اكل بيروح للبلطجي عشان يتخانق معاه، وبعد ما بيتخانقوا البلطجي بيقتله، كل ده قدام الحرس والحرس مش عايز يتدخل. وبعد ما البلطجي بيخلص على الراجل بتنزل البالونه وبينزل فيها 100 مليون ون. وهنا اللعيبه بتعرف ان لو اي حد خلص على التاني عادي، ده من ضمن قواعد اللعبه. والنور بينطفي وكل اللعيبه بتاخد احتياطاتها عشان عارفين ان اي حد ممكن يموت التاني وهو نايم. وفي نفس الوقت الدكتور بيكون مع الحراس وبيساعدهم في تجاره الاعضاء، وفي المقابل الحراس بيقولوا للدكتور على اللعبه اللي جايه. وبعد كده بيقوم البلطجي عشان يموت في اللعيبه ويبداوا كلهم يموتوا ببعض، والقائد بيتفرج على كل المشاهد دي من الاوضه بتاعته، لحد ما الراجل العجوز بيطلع فوق السرير ويفضل يقول لهم كفايه. وهنا القائد بيامر الحراس انهم يتدخلوا عشان يوقفوا عمليات القتل اللي بتحصل جوه. ومات 27 لاعب واتبقى 80 لاعب والجائزه بتنزل في البالونه. وفي نفس الوقت الضابط بيكون معاه تليفون بيسجل كل حاجه بتحصل، عشان الجزيره ما فيهاش شبكه فما ينفعش يبعت اي حاجه لحد. وتاني يوم الصبح اللعيبه بتصحى على اللعبه الثالثه، والحراس بتطلب من اللعيبه ان كل تيم يجمع 10 افراد، يعني كل فريق هيكون مكون من 10 لعيبه. وبذكاء من اللعيبه بيفهموا انها لعبه محتاجه قوه. والبلطجي هنا بيستغنى عن هاني ميت بعد موعدها في الحمام وهما بيضربوا السجارتين انهم هيفضلوا طول الوقت مع بعض. البلطجي طلع نادل، وهاني ميت فضلت تترجى فيه انه يضمها للتيم بتاعه، لكن هو ما رضيش يضمها للتيم بتاعه، واضطرت هاني ميت انها تنضم لفريق سيونج. وفريق سيونج كده فيه 3 ستات والراجل العجوز، واللعبه الثالثه كانت شد الحبل. وكده معانا 8 فرق، وكل فرقه مكونه من 10 لعيب، والحراس بدات تعمل قرعه على الفرقتين اللي هيبداوا الاول. قواعد اللعبه بيقف الفريقين قصاد بعض وبيشدوا الحبل، والفريق الخسران بيقع من فوق الجسر وبتنزل سكينه تقطع الحبل، والفريق الخسران بيموت بالكامل. اول فرقتين هيقابلوا بعض فريق البلطجي وفريق تاني قصاده، وبيفوز فريق البلطجي وبتنزل سكينه من فوق عشان تقطع الحبل وبيموت كل الفريق المهزوم. وتاني فريق هيكون فريق سيونج، وهيقابل فريق كل رجاله، وفريق سيونج فيه 3 ستات والراجل العجوز، يعني فريق سيونج أمله في الفوز ضعيف. فالراجل العجوز هنا بيفضل يقول لهم على خبرته في اللعبه، ويقول لهم ان اللعبه بتحتاج ذكاء اكتر من القوه، وبيفضل يديهم شويه نصايح. وبيدخل فريق سيونج والفريق اللي قصاده، وفريق سيونج بيفوز بفضل خبره الراجل العجوز. واللعبه بتخلص وبيكون فاضل 40 لعيب. وفي نفس اليوم اللعيبه بتكون خايفه لا يحصل زي اللي حصل امبارح، واللعيبه كلها تقوم تقتل في بعض. والدكتور هنا بيطلب انه يروح الحمام، وهو مش رايح الحمام ولا حاجه، هو رايح يشرح جثث الناس اللي لسه فيها الروح، في المقابل ان يعرف قواعد اللعبه اللي جايه. الضابط كان واحد من الحراس اللي في اوضه التشريح، وهو كان مضطر يسمع الكلام عشان محدش يكشف هويته. واحد من الحراس قرب على الدكتور وقال له شد حيلك شويه عشان الاعضاء بتاعه المره اللي فاتت كانت قليله. الدكتور رد على الحارس وقال له عامل لك ايه حظك، اللي كان لسه فيه الروح وطلعنا منه الاعضاء المره اللي فاتت كان بكليه واحده. الضابط كان مهتم بالكلام عشان اخوه كان بكليه واحده. الضابط غلط وسالهم، قال لهم طب انتوا عملتوا فيه ايه؟ رد عليه وقالوا له موتناه. والحراس بدأت تشك فيه، لكن من حسن حظ الدكتور زعق وقال لهم اسكتوا انا مش عارف اركز. وهنا الحارس بيحط الاعضاء في شنطه وبينزل بيها نفق طويل عشان يسلمها لشخص تاني، واللي كان شايل الشنطه على كتفه كان الضابط ومعاه واحد تاني من الحراس. ونزل الضابط ومعاه واحد من الحراس النفق الطويل ووصلوا لحد الميه، والمفروض انهم هياخدوا مركب ويروحوا يسلموا الاعضاء. الدكتور سالهم اللعبه اللي جايه ايه؟ قالوا له ما نعرفش، لما نعرف هنقول لك. الدكتور اتعصب ومسك سكينه وحطها على رقبه الحارس، وقال للحارس التاني روح اسال القائد بتاعك اللعبه اللي جايه ايه، وبيموت الحارس وبيجري وبيجري وراه الحارس التاني. وهنا القائد بيكون عارف اللي بيحصل، وعارف ان الحراس بتتاجر في الاعضاء، وبيدي الدكتور معلومات عن اللعبه اللي جايه. وبيدخل القائد وبيقتل الدكتور وبيقتل الحرس اللي كان بيجري وراه، وبيبدا القائد يدور على باقي الحراس اللي اشتركت معاهم في الموضوع. وفي نفس الوقت الضابط كان مثبت الواد بتاع الحرس تحته وبياخد منه شويه معلومات وبيساله عن اخوه. الواد بتاع الحرس قال للضابط، قال لو عايز تعرف اي معلومات عن اي لعيب شارك في اللعبه قبل كده، اي لعيب شارك في اللعبه معمول له ملف، والملف ده في اوضه القائد، واوضه القائد دي موجوده في اخر الممر. وبعد كده الضابط قتل الواد بتاع الحرس ومشى في الممر لحد ما وصل لاوضه القائد، وفضل يدور في الملفات لحد ما لقى اسم اخوه، وعرف ان اخوه اشترك في اللعبه دي قبل كده ومات. وفضل الضابط يسجل ويصور كل الملفات اللي لقاها، لكن ما كانش عارف يبعتها لاي حد عشان الجزيره ما كانش فيها شبكه. واستناني في الجزء الثاني عشان تعرف باقي الثلاث العاب. ولحد ما اشوفك الحلقه اللي جايه، لو انت لسه ما اشتركتش ما تنساش تنزل تعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد.